بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالماشين ليرنينج، والنهاردة وفي سياق المحاضرات السابقة عن السبورت فيكتور ماشين كلاسيفاير، محتاجين جزء رياضي كده صغير مرتبط بالبرسبترون كلاسيفاير. فاليوم إن شاء الله هنتكلم على البرسبترون بشكل أوضح. إحنا تناولناه قبل كده في سلسلة النيورال نتورك، واتكلمنا عنه قبل كده في السلسلة دي. فاليوم ان شاء الله هندخل على شويه ماثيماتكس صغيرين كده عشان نفهم يعني ايه برسبترون، لان اللي هنقوله النهارده مرتبط مع السبورت فيكتور ماشين. ما زلنا طبعا على حسب نصائح الاطباء، ما زلنا يعني الناس تقعد في بيوتها، وربنا ان شاء الله يزيح الغمه عننا كده يا رب جميعا ان شاء الله، ويلطف بينا ويحفظكم ويحفظ من تحبون يا رب ان شاء الله. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المحاضره دي معده من الكتاب الخاص بتاع نيورال نتورك ديزاين بتاع هاجان، والكتاب بتاع جاك زوراده بتاع الارتفيشال نيورال نتورك، والكتاب بتاع الشروجينج ماشين ليرنينج، والكتاب ده موجود على قناه بتاعه لويس سيرانا. تمام. طيب تعالوا نشوف ايه الوضع بتاعنا. اجنده ان شاء الله بتاعتنا النهارده هنتكلم على الكلاسيفاير، وطبعا ده كلام معاد. هنتكلم على التطبيقات اللي بيدخل فيها الكلاسيفاير، ثم هنعرف منين بنجيب الداتا سيت اللي هنشتغل عليها. وطبعا عشان بنتكلم على كلاسيفاير فمحتاجين نتكلم على الديسيجن باوندري عشان نعرف نجيب الايكويشن بتاعته، وهنعرف ازاي نعمل ترين للكلاسيفاير بتاعنا. وحضرتك وانت بتعمل كلاسيفاير محتاج تحرك الديسيجن باوندري، ازاي هتعمل الموفينج ده، ازاي هتعمل الموف بتاع الديسيجن باوندري. ثم هنتكلم على ابلكيشن اكتر، وبعد كده هنشوف البرسبترون كودينج لو كان عندنا وقت ان شاء الله، عن طريق مين؟ عن طريق البايثون. طيب احنا قبل كده كنا اتكلمنا على الكلاسيفاير، النهارده ان شاء الله بنتكلم على ايه؟ ازاي تخلي الكمبيوتر بتاعك يعرف ان انت لو في سنتنس، لو في جمله معينه، السنتنس دي بتحمل بوزيتيف فيلينج او نيجاتيف فيلينج. السنتنس دي او التكست ده بيوحي ان في سعاده ولا في حزن، في قبول ولا في رفض. في برانش من الماشين ليرنينج خاص بالشغل بتاعنا اسمه كلاسيفيكيشن، واحنا عارفين كلاسيفيكيشن يعني هي محاوله ان انت بتستنتج الاوتبوت الكلاس بتاعك. لو انا عندك مجموعه من الفيتشر عشان الكلاس ده يا اما هيبقى 1 او 0 او ماينص 1 او 1 او يس او نو او هابي اور ساد. تمام كده. او لو انت عندك ايمج، يا ترى الايمج دي خاصه مثلا بدوج ولا بكات ولا بدات. طبعا في اكتر من كلاسيفيكيشن موديل، وفي حاجات اتعرضنا ليها في خلال السلسله السابقه. محاوله ان انت بتاخد انبوت معين، مجموعه الفيتشر اللي اتفقنا عليها كانت موجوده في الداتا سيت، وهترجع بجواب يا اما 1 او 0 او كلاس A او كلاس B او يس اور نو. ده بيتقال عليه مين؟ بيتقال عليه كانه كلاسيفاير، بس الكلاسيفاير بتاعنا هنا بنسميه البرسبترون. من ضمن الابلكيشن بتاعه البرسبترون، ابلكيشن البسيطه وبعض الكلاسيفاير داخله فيها النهارده، اللي هو السنتمنت اناليسز. سنتمنت اناليسز يعني تحليل المشاعر. يعني تصور النهارده ان تويتر مثلا عملت سيرفيس جديده، او الفيسبوك عمل سيرفيس جديد، عاوز يحلل ملايين المشتركين عليه، يا ترى الناس دي المود بتاعها ايه؟ الناس دي بترحب بالسيرفيس دي ولا رافضها؟ مش متوقع ان يمسك الرسائل دي ويخلي حد يقعد يقراها وفي الاخر يقول ده بوزيتيف وده نيجاتيف، ده بوزيتيف وده نيجاتيف، ده مؤيد وده معارض. هيبقى الموضوع صعب جدا. تمام. عشان الموضوع ده بقى فيه فيلد جديد او تطبيقات جديده اسمها سنتمنت اناليسيس، اللي هو تحليل المشاعر. ودي مهمه جدا. لو انت مثلا جمله زي اي فيل وندرفول توداي، انا حاسس بابتهاج او روعه، الجمله دي جمله سعاده، على عكس جمله ان انا حزين، اليوم مش كويس. تمام كده. السنتمنت اناليسيس بستخدمه زي ما قلت ان انا بحلل الكونفرزيشن، المحادثات اللي بين الكاستمر وبين التكنيكال سبورت. يعني مثلا بتتكلم على شركه زي مثلا الشركات اللي موجوده بتاعه الاتصالات اللي موجوده في مصر او موجوده في السعوديه او موجوده في دول العالم، يعني
عندك في تكنيكال سبورت وحضرتك كاستمر وفي محادثه بينك وبينه بالشات مثلا، بعد ما خلصت يا ترى ان حضرتك بتشعر بالسعاده ولا بتشعرش بناء على الكلمات اللي موجوده في التكست، بناء على الكلمات اللي موجوده في التكست. بعض الشركات بتروح كمان لما تيجي تنزل منتج جديد بتروح تشوف الريفيوز اللي موجوده والتويتس اللي موجوده، بتحللها عشان تعرف البرودكت ده وضعه ايه في السوق. زي ما قلت الشركات الكبيره لما بتنزل خدمه معينه محتاج يحلل المود بتاعه الكاستمر، تمام كده. كمان في البورصه لما اجي اشتري او ما اشتريش، او ان سياسه الناس اللي مساهمه معايا في الشركه، الناس اللي هم الستوك هولدر اللي هم الناس المساهمين داخل الشركه، يا ترى هم راضيين عن اسلوب المضاربه اللي بنشتغل بيها ولا لا. كل دي حاجات او تطبيقات من السنتمنت اناليسز او تحليل المشاعر. طيب يا ترى وانت بتعمل السنتمنت اناليسز ده، احنا بنقوله النهارده بصوره مبسطه جدا عشان الناس اللي داخله الفيلد جديد، يا ترى اقدر اعمل كلاسيفاير يعمل سنتمنت اناليسز ازاي؟ يعني ازاي؟ يعني هيبقى عندك جمله، الجمله دي تقدر تقول ان هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، تقدر تقول ان هي هابي اور ساد. ازاي؟ احد الطرق ان انا اروح اجيب سكور، احط سكور لكل كلمه من الكلمات اللي موجوده، لكل كلمه من الكلمات اللي موجوده، تمام كده. وبالتالي مثلا بحيث ان الهابي وورد يبقى لها بوزيتيف سكور، وان الساد وورد الكلمات الحزينه او الكلمات الغير متفائله يبقى لها نيجاتيف سكور. في الاخر المفروض ان الجمله فيها كلمات من دي وكلمات من دي، وفي كلمات ما لهاش سكور خالص، لا توحي ان الشخص ده سعيد او الشخص ده حزين، او لا يوحي ان الاتجاه ده مؤيد او الاتجاه ده معارض، فالكلمات دي هيبقى السكور بتاعها بصفر. في الاخر هجمع السنتنس دي ويديني قيم، القيم دي والله لو كان المجموع اكبر من الصفر يبقى الجمله دي مفادها ان هي جمله هابي او جمله تاييد، لو اقل من الصفر يبقى الجمله دي ساد او الجمله دي رفض. طبعا هيبقى في كلمات، الكلمات دي بتوحي اكثر بالتفاؤل او اكثر، او ان انت مؤيد جدا او مؤيد بس، اوكي. زي مثلا لو اتفقنا هنحط على وندرفول مثلا 4 بوينت، احط على ديلايتد 3 بوينت، احط على هابي 2 بوينت، احط على ساد مثلا ماينس 2، احط على اوفل ماينس 4، واي كلمه ثانيه مثلا تبقى بزيرو. اروح بقى من الكلمات دي، لو افترضنا ان دي كل الكلمات اللي بتوحي بالسعاده وبتوحي بالحزن، اروح اشوف الجمله بتاعتي اوكي، وابدا ان انا اخد كل كلمه من دول احط لها السكور واجمع السكور بتاع السنتنس، طلع بوزيتيف يبقى الجمله دي معناها ان حاجه ايجابيه او حاجه مبهجه، ولو طلعت سلبه يبقى الموضوع ده ايه، الموضوع ده ماشي بشكل سيء. يعني مثلا زي جمله مثلا I feel awful today، انا حاسس بالكآبه النهارده، هقول مثلا اي دي لا توحي، يعني اي دي السكور بتاعها بصفر، فيل بصفر. اوفل مثلا هنا بكام؟ هنا بماينس 4، خلاص هاخد الكلمه دي بماينس 4 اهو، اوكي. يبقى 0 0 0 ماينس 4 يبقى المجموع ماينس 4، وطالما ماينس 4 يبقى الكونكلوجن بتاعي او البريدكشن بتاعي ان السنتنس دي مالها، السنتنس دي باد. طيب الجمله الثانيه everything is wonderful I am delighted، كل شيء رائع وانا مبتهج جدا، تمام كده. هنروح نبص على الكلمات دي تلاقي حضرتك ان wonderful السكور بتاعها ب 4 وديلايتد ب 3 يبقى المجموع 7 وبوزيتيف يبقى الجمله دي مالها، الجمله دي هابي. طيب هنا هنقع في اشكاليه كبيره جدا، هو مين قال ان السكور ده معظم الناس مستعملاه، ومين قال ان كل الكلمات دي هي الكلمات اللي موجوده؟ يعني انت لو حاطط داتا سيت بالشكل ده، طب لو الداتا سيت بتاعتك كانت كبيره جدا، يعني ايه؟ يعني في كلمات دول 2 4 6 او خمس كلمات، خمس كلمات الكلمات المفتاحيه، باقي الكلمات بصفر. في كلمات تانية بتعبر عن الإيجابية، وفي كلمات بتعبر عن السلبية، في كلمات بتعبر عن السعادة والحزن، عدد كلمات كتيرة جدا في الديكشنري بتاعنا. طب لو الكلمات دي جت بتصريفات مختلفة، جت بين كوتيشن مختلفة، هيبقى الوضع إيه؟ دي مشكلة. الحاجة التانية السكورز بتوعك دول مختلفين، أنت اللي حاططهم، ممكن واحد تاني يحط سكور مختلف، وبالتالي لما تيجي تجمع بين كلمات حزينه وسعيده في جمله واحده، وارد جدا الاستنتاج بتاعك يكون المفاد ان الجمله ايجابيه او فيها قبول، وممكن عند شخص تاني في داتا سيت تانيه يكون الموضوع مختلف. اللي هو ازاي ان انت تعرف ان انت عملت جود جوب؟ زي ما قلت السكور بتاع كل سنجل وورد اوكي هنعرفه منين؟ الحاجه التانيه
السكور اللي انت حطيته ده بناء على ادراكك، مين اللي قال ان دي جود سكور. الحاجة الثالثة، لو انت بتتكلم على لغة انت بتتكلمهاش اصلا، يعني احنا بنتكلم انجليزي بنتكلم عربي، طب لغة مثلا زي الفرنش، اوكي، زي اي لغات في الدنيا في العالم كلها انت ما تعرفهاش، اللغة الاسبانية مثلا الكلمات هي اللي بتوحي بالسعادة والكلمات هي اللي بتوحي بالكآبة، انا ما اعرفهاش. طب ازاي هتعمل كلاسيفاير للانجوج انت ما تعرفهاش؟ كمان في بعض التفصيلات اللي يعني التكنيكال قوي مش موضوعنا النهاردة، يعني مثلا جملة زي I am not sad I am happy، أنا مش حزين أنا سعيد. لو أنت عكست الجملة دي وخليتها I am not happy I am sad، لو رحت جبت السكور بتاع الجملة دي والسكور بتاع الجملة دي هتلاقي الاثنين واحد، لأن الاثنين مفرداتهم عبارة عن مين؟ عبارة عن sad وعبارة عن happy، تمام؟ وبالتالي السكور واحد. طب ازاي بقى هتبقى الجملة دي واحدة بتوحي بالسعادة واحدة بتوحي بالكآبة؟ زي ما قلت كمان، يا ترى وانت بتتكلم التون شكلها بتاع الصوت ايه، التايم الديلي الوقت اللي انت بتتكلم فيه، الكونتكست اللي انت بتتكلم فيه، تمام كده؟ كل دي مشاكل في السنتمنت اناليسز اللي احنا حطيناها. طبعا احنا مش جايين نعمل سنتمنت اناليسز بكلاسيفاير رائع ما بنقولش ان في اخطاء او الاكيورسي بتاعته عالي، لا، ده احنا بندي فكره السنتمنت اناليسز. الفكره بتاعتنا اللي بنتكلم فيها النهارده هتجاوب لنا على اول 3 اسئله فقط، او اول 3 اسئله بالفعل، هم دول. ان انت بتعمل كلاسيفاير او بتعمل سنتمنت اناليسز للغه انت ما بتتكلمهاش، وعندك داتا سيت، وعندك داتا سيت. انا ما عنديش كلمات بس، انا عندي من كثرة تكرار السيستم بتاعنا ونقول له ان الجمله دي هابي والجمله دي ساد، الجمله دي هابي الجمله دي ساد، بأكون عندك داتا سيت يقدر السيستم بتاعي يدور في تفاصيل المعلومات عشان يقدر يفهم امتى بعد كده يقول الجملة دي ساد ولا هابي. فعشان تعمل شغل كويس زي ما اتفقنا، محتاج ان البرسبترون الجوريثم بتاعك اللي بنتكلم عليه النهاردة ان انا ادربه على سيت اوف داتا، اوكي؟ وبالتالي طالما عندك سيت اوف داتا او داتا سيت، يبقى انت ما يهمكش ان انت بتتكلم اللغة او ما بتتكلمش اللغة دي، تمام؟ زي ما قلت ان كل جملة، كل سنتنس موجودة في الداتا سيت المفروض ان لها ليبل. الليبل بتاعنا هنا معناه ايه؟ الليبل ده معناه yes or no، معناه happy او sad، اللي هما التو ليبل او التو كلاس اللي بنتكلم عليهم. زي ما قلت الكلاسيفاير بتاعنا مش هيشتغل على إجابة باقي الأسئلة، لكن لو حضرتك مهتم بده تقدر تروح على Long Short Term Memory Network أو Hidden Markov Model أو Recurrent Neural Network. يبقى دول 3 حاجات قدروا يتكلموا في Advanced Sentiment Analysis. طيب دي Simple Data Set بتاعت Alien Blunt. هنفترض ان انت رحت في رحلة لكوكب خارجي وقابلت رجل فضائي، والرجل الفضائي ده انت قاعد مجرد قاعد تأبزيرف المود، بتلاحظ المود بتاعه هو بيضحك ولا زعلان، وكمان قاعد بتسمع الكلمات اللي بيقولها، لان الخطوتين دول هما تقريبا اللي انت محتاجهم عشان تبني اي داتا ست. يبقى عشان تبني اي داتا ست محتاج تأبزيرف المود بتاع الإليان، ومحتاج كمان تسجل الكلمات اللي الشخص بيقولها. تعال نفترض ان إيليان واحد المود بتاعه الفيس بتاعته كان بيضحك وكان بيقول اك اك اك، دول 3 كلمات، اوكي، دول 3 كلمات. وإيليان 2 المود بتاعه كان ساد وقال بيب بيب، وإيليان 3 قال اك بيب اك، وإيليان 4 ساد وقال اك بيب بيب بيب، دول 4 إيليان. وزي ما انت شايف الرسم اللي قدام حضرتك بيبين الوش ده طبعا هابي وده ساد وده هابي وده ساد. يا ترى بقى لو انت عندك إيليان جاء قال كده اك بيب اك اك، يا ترى تقدر تعمل له بريدكشن؟ تقدر تقول الشخص ده او الإيليان ده او الرجل الفضائي ده سعيد ولا حزين؟ طبعا التطبيق بتاع الكلام يبدو تطبيق بنتكلم في الفضاء وتطبيق ملوش معنى، لكن التطبيق ده هتفهم منه جدا ازاي بتشكل الداتا سيت بتاعت حضرتك. يبقى انا كل الموضوع ان انا اوبزيرف المود وليسن للي بيقولوه الإليان، تمام كده؟
كده واضح دلوقتي لما تيجي تبص على الكلام ده، ولو انت عندك مبادئ بسيطه في الماشين ليرنينج تقدر تقول والله انا عندي تو فيتشر. الفيتشر الاولاني اللي هو نغير بقى اللون عشان نعمل بهجه كده في الالوان، نعمله اخضر، يلا اخضر ان شاء الله اخضر. شوف حضرتك عندك فيتشر اسمه اك، والفيتشر الثاني اسمه بيب، وعندك كمان داتا سيت. الداتا سيت بتاعت حضرتك مكونه من كام انستانس؟ عندك 1 2 3 4. يبقى انا عندي داتا سيت مكونه من 4 انستانس او 4 اكزامبل. عندي كام فيتشر يا شباب؟ عندي 2 فيتشر. ونبدا نقول ان الليبل بتاعنا بتاع الداتا دي يا اما هابي او سات، ونبدا نشكل السيستم بتاعنا او الداتا سيت بتاعتنا زي ما انت شايف كده. هتيجي تبص تلاقي حضرتك ان الداتا سيت سنتنس اللي اسمها اك اك اك، اوكي، هتلاقي ان النمبر اوف اك، هنفترض ان احنا بنعد هنا عدد الاك وبنعد هنا النمبر اوف بيك، نمبر اوف بيب انا اسف، يبقى الاك هنا ب3 والبيب هنا ب0. يبقى 3 و0 3 و0 هتلاقي على حسب الداتا سيت كان الشخص هابي اهو، ده هابي 3 و0. 0 و2 هتلاقيه ساد، 1 و3 هتلاقيه ساد، 2 و1 هتلاقيه مين؟ هتلاقيه هابي. كده دلوقتي المفترض ان انت معاك البيانات بتاعتك 2 دايمنشن. نرجع بقى للون بتاعنا الحلو ده 2 دايمنشن، 2 دايمنشن، ومعنى الكلام عندك 2 فيتشر، وال 2 فيتشر واضحين اللي هم الاك، قول ورايا بقى اك 10 مرات كده، اك عشان تبقى راجل فضائي، والثانيه عباره عن مين؟ عباره عن بيب. تمام؟ وعندك كام انستنس؟ عندي 4 انستنس، والهدف ان حضرتك بتعمل بريدكت، عاوز بعد كده مع اي ايليان بيتكلم جمله معينه عاوز تقول لي الايليان ده هابي ولا ساد. طبعا اجابتك للسؤال ده بتتمحور، وركز قوي في المحور دي عشان مهمه جدا، ان انت تفصل ما بين الهابي وبين الساد. واحد ممكن يقول لي والله انا ممكن افصل بين دول مثلا بلاين، اللاين ده ممكن يكون كده. واحد تاني والله ممكن يقول لي لا مش ده الانسب مثلا، واحد تاني يقول لي كده، واحد تالت يقول لك يعني بلاش ده وخد اللون الحلو ده، ممكن واحد يقول لك كده كويس، اوكي، واحد تاني. طبعا عندك عدد لا نهائي من اللاين اللي تقدر تفصل بيها بين الاثنين دول، بين الهابي وبين الساد. محاولة إيجاد الخط الفاصل بين الاثنين، أي خط من دول، بيتقال عليه عندنا اسمه decision boundary. decision boundary. ده decision boundary. والdecision boundary هنا لما تيجي تروح تشوفه تلاقي والله الموضوع بالنسبة لنا بقى عبارة عن ايه؟ لو خدت الخط الفاصل اللي هو الخط المايل بال 45 اللي هو ممكن نعمله، معلش احنا اسفين يعني، ممكن نعمله بده كده. لو قلت الخط ده هو الديسيجن باوندري، فالخط ده لما تروح تجيبه معناه ان الاك بتساوي البيب. يعني لو افترضنا ده المعادلة هتلاقي المعادلة بتاعتك اك بتساوي البيب، ده معادلة الخط الفاصل. ومعناه ان حضرتك لو العدد الاك اكبر من البيب، لو انت لاحظت هتلاقيك بتتكلم في فات، لو الاك اكبر من بيب، يعني الاك هنا 3 صح؟ اكبر من البيب، اوكي؟ الاك اللي تحت انا اسف، الاك اكبر من البيب هتلاقيك بتتكلم في هابي، الاك اكبر من البيب هتتكلم في هابي، فاي اي قيمه هنا
هتلاقيها اكبر من القيمه اللي فوق، وبالتالي هتلاقي ان اذا كان الاك اكبر من البيب فحضرتك دلوقتي معناه ان انت هابي، يعني 3 اكبر من 0، 0 مش اكبر من 2 تلاقيه فات، 2 اكبر من 1 هابي، القاعده انطبقت، 1 ما هوش اكبر من 3 تلاقيه فات. وبالفعل ده جاي من الخط، منين؟ الخط اللي هو الاك بيساوي البيب، تمام كده؟ بدي المعادله بتاعه حضرتك اللي هي معادله الخط المايل ب 45، الا لو افترضت ان ده اكس وافترضت ان ده واي، المعادله بتاع الخط ده عباره عن اكس ناقص واي، تمام؟ او اكس ناقص واي بيساوي صفر، اكس ناقص واي بيساوي صفر، تمام كده؟ وبالتالي اذا كان عندك الاكس اكبر من واي يبقى انا هنا، والاكس هنا اقل منين؟ من واي. يبقى انت النهارده لما تيجي تعمل بريدكشن كل المطلوب منك ان انت تبزيرف، عفوا مش هتبص على المود خالص، هتبص على التكست او هتسمع الصوت اللي بيقوله الالين من غير ما تشوفه، هتعد النمبر اوف اك وتعد النمبر اوف بيب، والله لو لقيت ان الاك اكبر من البيب معناه ان الالين ده هابي، ده اللي عاوزين نقوله في المثال ده. البرسبترون زي ما شفنا قبل كده في النيورال نتورك هو عبارة عن كلاسيفيكيشن موديل مكون من مجموعة من الويتس اللي هم دول، او بنقول عليهم السكور، واحد لكل فيتشر، لكل فيتشر ليه فيه ويت، وكمان في مين؟ في ثريشولد. هنا في حاجة اسمها ثريشولد، والله هجيب الويتد سام، يعني هضرب ده في ده زائد ده في ده واشوف المجموع، ان كان اكبر من الثريشولد يبقى الخارج بتاعي واحد معناه مثلا كاني هابي، وان كان اقل معناه مين؟ معناه ساد او معناه زيرو. ده البرسبتور. وبالتالي على حسب المثال اللي فات، اذا كان الاك والبيب قيمهم بواحد، يعني لو انت شايف المعادله لو انت فاكر، كان اك ناقص البيب، تمام كده؟ ده كان عبارة عن ايه؟ كان كمان بيساوي الصفر، ده decision boundary، فكده الاك كأنها مضروبة في واحد، والبيب مضروبة في كام؟ كأنها مضروبة في ناقص واحد، هذا الواحد وهذا الناقص واحد، وزي ما قلت اكبر من الزيرو معناه بواحد، يبقى انت رايح في الكلاس اللي هي الواحد بتاعت الهابي، وان كان اقل يبقى انت بتتكلم في الساد، وان كان بيساوي صفر يبقى انت فين؟ يبقى انت على الديسيجن باوندري. دي انظر داتا سيت بتاعت الين تاني، زي ما انت شايف الالين ده، دي مجموعه البوينت اللي بالريد، اوكي؟ هنفترض ان هي مثلا معناه ان هو وليكن هابي، و الجزء الازرق ده معناه ان هو نوت هابي او ساد. اللاين اللي موجود عندك 3.5 و3.5، لو السكور بتاع السنتنس بتاعك بقى 3.5 او مور، يعني اكس زائد واي بتساوي 3.5، لو مجموع اللي هو عدد الكلمات بتاعت الاك وعدد الكلمات بتاعت البيب مجموعهم بيساوي 3.5 او اكتر، يبقى الالين بتاعي هابي، يبقى الالين بتاعي هابي، يعني انا في المنطقه دي. ولو اقل مع كده يبقى ساد. طبعا مش بالضروري، اللي عاوز اقوله طبعا هنا البيانات ليها صيغه معينه اللي هي لينير سيباريشن، لينير سيباريشن، ان اقدر افصل ما بين البيانات بتاعتي عن طريق خط مستقيم، ومش بالضروري ان هو لاين واحد، ده فيه عدد لا نهائي من الخطوط، وبالتالي مش بالضروري يكون 3.5 بالظبط، ممكن ينفع 3.8 وممكن 3.1، مفيش فيها مشكله خالص. وبناء على اللي انت رسمه ده، ممكن دلوقتي يكون المعادله بتاعه حضرتك على حسب البرسبترون، ده الفيتشر الاولاني اللي هو الاكس، وده الفيتشر الثاني اللي هو الواي، الويت اللي موجوده هنا واحد وهنا واحد، يبقى ده واحد واحد، والثري شولد بتاع حضرتك 3.5. لو حاصل ضرب الفيتشر اكس وواي في الواحد والواحد مجموعهم، يعني سميشن دبليو اي اكس اي، لو افترضنا ان ده دبليو واحد وافترضنا ان ده دبليو اتنين، سميشن من اي بيساوي الواحد لحد النمبر اوف فيتشر اللي هي الان، تمام كده؟ اكبر من او يساوي الثري شولد اللي هو 3.5،
يبقى الخارج بتاعي بكام؟ بواحد. احيانا الكلام ده بيتعمل بدل الثري شولد، بشوف حاجة تانية، ده ثري شولد طبعا، في حاجة تانية بديلة اللي هي بتقال عليها مين؟ بتقال عليها البايس اللي هو ماينس الثري شولد، يعني انقل التلاتة ونص الناحية التانية، فتبقى المعادلة بتاعت حضرتك x زائد y ماينس تلاتة ونص بتساوي زيرو. المعادلة بتاعت حضرتك زي ما قلت اللي هي x زائد y ماينس 3.5 بيساوي صفر. ده كأني زودت فيتشر بواحد، عملت اوجمنتيشن وخليت القيمة بتاعتي بقت اسمها بايس، والبايس ده هو النيجاتيف بتاع الثري شولت. يبقى ده واحد واحد وماينس 3.5. عرفنا دلوقتي العلاقة بين الثري شولت والبايس. البايس هو ماينس الثري شولت، ماينس الثري شولت. فايدة البايس او الثري شولد اللي موجود، شوف تخيل حضرتك لو حطيت الثري شولد بيساوي صفر، هتلاقي المعادلة بتاع حضرتك x زائد y بتساوي صفر لو الثري شولد بيساوي صفر. ده معناه ان اي لاين لازم يمر بالخط ده حتى لو اختلفت قيم الاي اكس والبي اكس، يعني اي معادلة اي اكس زائد البي واي بيساوي صفر. طبعا كده انت فاهم ان لازم نقطة الصفر وصفر تكون موجودة معاك على الاورجن. وبالتالي حضرتك لو ان انت معاك اللاين ده اللي هو ax زائد البي واي بيساوي صفر، على اختلاف قيمة الاي والبي لازم ان اللاين ده يمر بنقطة الاورجن، يعني تصور الخطوط بتاعتك لازم ان تكون بالشكل ده. وبالتالي لازم ان تكون البيانات بتاعت حضرتك، يبقى حوالين مين؟ لازم ان تكون بيانات موجودة حوالين الاورجن. اوكي، هنا يبقى المعادله دي مش هتقدر تفصل بيانات الا اذا كانت على جانبي مين؟ على جانبي الاورجن. تمام كده. لكن لو في نقطه موجوده عند الاورجن بتاعت اي كلاس، لازم يكون في عندك ثري شولد او عندك مين او عندك بايس. ده اللي كنا عاوزين نقوله. طيب نرجع للموضوع بتاعنا تاني. خلاص فهمنا عن ايه ثري شولد، فهمنا يعني ايه مين بقى، فهمنا يعني ايه بايس، وعرفنا فايدتهم ايه بالظبط. زي ما قلت لحضرتك ان عدم وجود الثري شولد او البايس، خد بالك من نقطه مهمه جدا، افترض الالين ما اتكلمش خالص، يا ترى انت فرض الالين لو ما اتكلمش فرضه ايه؟ فرضه ان هو حزين ولا سعيد؟ دي نقطه مهمه جدا لازم أن تاخد بالك منها او تحطها في الاعتبار. زي ما قلت تاخد بالك من الالين وضعه ايه لو ما اتكلمش، لان حضرتك لما حطيت البيانات يا ترى نقطه الاورجن اللي هي النمبر اوف اك والنمبر اوف بيب لو كانوا بصفار، يعني الالين ما اتكلمش خالص، انت هتفترضوا ايه؟ هتفترض المود بتاعه ايه بدون ما يتكلم؟ هتفترضوا هابي ولا سات؟ دي نقطه مهمه جدا لازم تتاخد في الاعتبار، لان هتبقى انستانس موجود عند نقطه معينه، والمفترض ان الكلاسيفاير بتاعك يكون محقق النقطه دي، يعني النقطه دي لو انت قلت لي هنا هتبقى ايه، هابي ولا نوت هابي؟ تمام كده. فالبايس بتاعك هو اللي هيحدد الانهيرنت مود بتاع مين، بتاع الالين. تمام كده. زي ما قلت لحضرتك ان الالين لو ما اتكلمش انت فرضه بوزيتيف ولا فرضه نيجاتيف. دي انذر داتا سيت، ودي مهمه جدا ان تاخد بالك ان مش كل البيانات لازم لينير سيبريشن. يعني ايه؟ يعني حضرتك الكلاسيفاير هنا لو انت بتفرق او مطلوب منك تحط كلاسيفاير يفرق بين كلاس هابي وكلاس ساد، هيبقى صعب جدا ترسم خط مستقيم يفصل، اكيد في ميس كلاسيفيكيشن هيحصل. يعني ايه؟ يعني هتلاقي في انستانس معينه معايا كده المفروض ان هي تكون هابي، وتلاقيها اصلا الكلاسيفاير بتاعك مطلعها ان هي ساد. يعني مثلا على النظره الاولى كده للوهله الاولى، ربما تلاقي ان مثلا نقدر نقول ايه، ممكن نحط خط شبيه، يعني الناس بقى اللي هم ممكن نحط كده، انا شايف ان الخط ده
ممكن ينفع كلاسيفاير. تمام، لو اتفقنا ان هنا هابي وهنا ساد، هتيجي تبص دلوقتي تلاقي عندك ده خطأ، صح؟ تعال نعلم عليهم كده، مش بيقول لك علم على صاحبك؟ اهو احنا بنعلم على صاحبك اهو. ده واحد وده واحد، ده خطأين لان دول ساد فيس موجودين في الهابي، وده واحد، وبالتالي الكلاسيفاير ده ممكن يتقال عليه كايرور في ثلاث اخطاء، في ثلاث اخطاء. عشان تخلي ده يشتغل بشكل كويس اكيد مش هينفع خط مستقيم في الحاله دي، وبالتالي البيانات بتاعتك ما اقدرش افصلها بخط مستقيم في حاله ان انت بتدور على اكيورسي معين، في حاله ان انت بتدور على اكيورسي معين. يعني ممكن واحد تاني يجي يقول لي لا والله انا هعمل حاجه تانية خالص، انا هعمل ايه؟ هقول ده والله كده مثلا، اوكي، ويطلع كده وياخد دول ويطلع ده. انا شايف لو انت تقدر تعمل الكلاسيفاير ده، ده كلاسيفاير مفيش فيه ولا غلطه، اوكي. لكن ده هيقدر يعمل حاجه اسمها جنراليزيشن ولا لا؟ وده موضوع اتكلمنا فيه قبل كده، او السيستم بتاعك هيعمل او هيتعرض لحاجه اسمها اوفر فيتنج ولا لا؟ ده موضوع تاني ناقشنا فيه قبل كده. طيب لو كان ترى، لو كان عندي 3 وورد، ما كانش عندي بس اك ولا كان عندي بيب، اوكي، كان في كلمه ثالثه كمان، هيبقى كده انا عندي كام فيتشر يا شباب؟ كده النمبر اوف فيتشر بكام؟ 3. ومع النمبر اوف فيتشر ب3 معناه ان عندي دايمنشن 3، يعني لما اجي ارسم السيستم بتاعي هيبقى برسم في 3 دايمنشن، اوكي، اقدر ارسمها. وكده البلين بتاع الديسيجن باوندري بقى بلين، بقى مستوى، ما بقاش لاين. طب يا ترى بقى لو انت بتتكلم عديد من الكلمات، اوكي، الاف الكلمات المختلفه، الاف من الفيتشر، انت ما تقدرش ترسم الا 3 دايمنشن بس، هيبقى صعب عليك ترسم السيستم ده. اخر حاجه هنختم بيها النهارده لان المحاضره كده كبيره جدا، اوكي، ونبقى نعمل لها محاضره ثانيه نبص على الجزء الباقي ونشوف الكود بتاع البايثون. ازاي اقدر اقارن كلاسيفاير بكلاسيفاير ثاني؟ ازاي اقدر اقارن كلاسيفاير بكلاسيفاير ثاني؟ اللي هو عن طريق زي ما قلت، عن طريق الايرور فانكشن. زي ما قلت لحضرتك ان السيستم ده المفترض لو ده الهابي وده ساد، فالكلاسيفاير اللي قدام حضرتك هيبقى هنا فيه خطأين، صح؟ وده في واحد، يبقى فيه 3 ايرور، او الايرور بتاعك بيساوي 3، نمبر اوف ميس كلاسيفيكيشن. لكن هنا بناء على ده، لو اتفقنا ان ده هابي زي ما هو قايل اهوت، ده هابي وده ساد، هيبقى عند حضرتك دلوقتي المفترض ان انت عندك 4 خطا هنا، وهنا عندك كام خطا في الساد؟ عندك 4 برضو، يبقى انت بتتكلم في كام؟ في 8 ايرور، او الايرور بتاعك بكام؟ ب 8. طبعا هنا الايرور بتاع الكلاسيفيكيشن ايذر ان هو متصنف صح، او متصنف مين، او متصنف خطا. في بعض الايرور فانكشن الثانيه، ودي شفناها طبعا، المعلومات دي بشكل ما مكرره، ان انت بتتكلم على الديستنس. يعني اوكي ده هابي بس ده ساد، بس قريب من الخط، ده بعيد جدا عن الخط، اوكي، فده ميس كلاسيفايد اي بس بادلي، وحش جدا. ده ميس كلاسيفايد اي بس نوت بادلي، مش سيء قوي لان قريب من الديسيجن باوندري. وده هتفرق مع حضرتك بشكل ما في سبورت فيكتور ماشين، وهتفرق معاك في التوبيك اللي اتكلمنا عليه هو خاص بالجنراليزيشن او الاوفر فيتنج، وده برضه بيتم نقاشه من خلال الديستانس، وده موجود برضه في الريجريشن. وطبعا الريجريشن اتفقنا ان الليبل بتاعك كونتينوس مش كلاس، زي ده بالظبط كده، ده ايرور فانكشن بتاع حضرتك، اوكي، ده لو اتفقنا ان انت عندك نقطه زي دي، ده الكلاسيفاير بتاعك مظبوط، ودي نقطه ميس كلاسيفايد، اوكي، الايرور بتاع حضرتك هنا بكام؟ النقطه دي عند الثلاثه والواحد. افترضنا ان الكلاسيفاير دي معادلته اكس ل 2 واي ماينس 4، ده الفاريبل اكس وده الفاريبل واي، وانت عندك الكلاسيفاير اكس زائد 2 واي ماينس 4 بيساوي صفر. تبدا تاخد النقطه 3 1، روح عوض ب 3 1 هنا، اعمل بلجن للفاليوز. النقطه كام؟ اتفقنا النقطه 3 والنقطه 1، يبقى 3 و2 ب 5، 5 ناقص 4 بكام؟ ب 1، 5 ناقص 4 ب 1، وبالتالي
كأن الايرور بتاع حضرتك ممكن اقول عليه بواحد كده. لكن لو نقطة زي دي 4 و 3 دي ميس كلاسيفايد، لما تروح تبص على السكور بتاعها هتروح تعوض بكام؟ ب 4 و 3، يبقى 4 و 3 في 2 ب 6 يبقى 10، 10 ناقص 4 بكام؟ 10 ناقص 4 ب 6، اقدر اقول ده الايرور، ده فيري باد. يبقى لما بتعمل بلجن للفاليو بتاعت البوينت اللي هي الميس كلاسيفايد في المعادلة بتاعت الديسيجن باوندري هيديك إيحاء عن مدى قرب النقطة أو بعدها، وده يعتبر مين؟ يعتبر ايرور فانكشن ممكن استعمله بعد كده عشان اعرف النقطه بعيده او قريبه. طبعا في البرسبترال ايرور لو النقطه كانت كوركتلي كلاسيفايد فالايرور بتاعك بكام؟ بصفر. ولو كانت النقطه انكوركتلي كلاسيفايد فالايرور هو عباره عن مين؟ عن المودولس بتاع السكور، لان انا بتكلم في ديستانس ما يهمنيش هو موجب او سالب. اذا كانت النقطه ميس كلاسيفايد وهنا هي بالظبط لو ميس كلاسيفايد وهنا، لان انا في الاخر بقيس مين؟ بقيس ديستانس فقط، يعني هو ده او ده. يعني انا شايف ان احنا ننهي المحاضره عند الجزء ده. ان شاء الله المحاضره القادمه هنتكلم ازاي ان انت هتجيب جود كلاسيفاير باستخدام البرسبترون. اتمنى ان المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، فدعائكم زاد لنا. لو المحاضره عجبت حضرتك ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله ان شاء الله يا رب في القريب العاجل ان شاء الله تنزح الغم عننا جميعا كده يا رب ان شاء الله. اليوم كان ليله النصف من شعبان، ربنا يا رب يغفر لنا جميعا يا رب، ودعواتكم لينا ودعواتكم لمن تحبون، وربنا يرفع عن الامه يا رب البلاء اللي احنا فيه. اشوفكم بخير، وكان معكم مصطفى الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.